اهلا بكم في حلقه جديده من كورس الكونفرسيشن المستوى الاول للبيجنرز او المبتدئين. ومعانا النهارده موقف مهم جدا، هناخد الجمل كالعاده المرتبطه بالموقف ده والكلمات والمعاني اللي بتحصل في السيتويشن دي او الموقف ده. والموقف اللي معانا النهارده هو at the bank او الجمل المرتبطه بالبنك. يلا بينا نبتدي مع بعض. كالعادة هنبتدي بجمل ومعاني مرتبطة بالموقف، وزي ما احنا متعودين في السلسلة دي هننهي الفيديو بمحادثة ما بين شخصين موجودين في بنك، اوكي، عشان خاطر تحاول انك تمارس من خلال دايالوج او حوار ما بين شخصين. اول جملة معانا النهاردة وهي open a bank account، يعني افتح حساب بنكي. open a bank account. bank account. I'd like to. يعني انا اود. خدنا الجملة دي قبل كده في كذا موقف، في كذا مكان، في كذا حلقة. I'd like to. يعني انا حابب او انا عاوز، بس بطريقة مؤدبة. ندمج الجملة الاولانية مع التانية، هنقول I'd like to open a bank account. I'd like to open a bank account. يعني انا اود ان انا افتح حساب بنكي. اوكي، عندنا بقى نوعين من انواع الحسابات اساسيين، يعني عندنا saving account وعندنا current account اللي هو بيتقال عليه احيانا checking account. saving account اللي هو حساب مدخرات، و current account اللي هو حساب جاري. اوكي، saving current. اوكي، من الجمل اللي ممكن تسمعها بقى وانت في البنك جملة fill out this form please. fill out يعني املا، and this form يعني فورما. please fill out this form please. جملة تانية ممكن تستخدمها وانت في البنك وهي withdraw، يعني اسحب. withdraw اوكي كفعل، يعني مثلا تقول I want to او I'd like to withdraw اوكي some money from my account. withdraw والماضي بتاعها withdrew. withdrew والنون او الاسم withdrawal، السحب ذات نفسه، عملية السحب. withdrawal. withdrawal جملة تانية ممكن تسمعها لو انت لسه بتعمل حساب، create an account، يعني انك تقول your account is set up. ممكن الموظف الكليرك او الكاشير اللي شغال هناك اوكي يقول لك your account is set up، يعني الاكونت بتاعك جاهز. اوكي، طيب عندنا كمان كلمة ممكن تسمعها وهي I will go for. go for هنا معناها يختار، يعني لما حد يقول لك انت عاوز saving account or current account ممكن تقول له I will go for، انا هختار، او I should okay go for مثلا a current account، حساب جاري. عندنا بقى في نوعين من الفيزا هيطلع لك بعد كده، ممكن يطلع لك debit card وممكن يطلع لك credit card. debit الفرق ما بينهم ان debit card دي انت بتبقى داين البنك، يعني ليك فلوس وبيدوك فيزا بناء على ان انت ليك عندهم فلوس. لكن credit card هما بيدوك credit card، بيدوك card تشتري بيها اي حاجات وتدفع بعدين، فهما كده اللي داينينك. ده الفرق ما بين ال debit card وال credit card. كمان كلمة deposit اللي معناها ممكن نستخدمها كفعل بمعنى يودع، I deposit money in the bank، او ممكن تيجي كdeposit بمعنى وديعة. deposit، deposit كاسم برضو. I have some deposits in the bank. انا عندي شوية ودائع في البنك. اوكي، I have some deposits in the bank. واخر كلمة معانا النهاردة قبل الديالوج وهي overdraft. overdraft او overdrafting يعني السحب على المكشوف، يعني تاخد فلوس من البنك من غير ما يبقى ليك رصيد. يلا بينا بقى نبتدي حالا مع الديالوج او الحوار، وتاني
لو في حد جنبك حاول تمارس معاه بعد الفيديو الحوار دوت، انت تاخد طرف وهو ياخد طرف تاني. اعملوها مرة وانتوا بتقروا، وحاولوا تعملوها مرة تانية من غير قراية. الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا جدا. يلا بينا. الديالوج تاني هيبقى في البنك at the bank، وهيبقى ما بين customer اللي هو العميل والclerk او البانكر الراجل اللي شغال في البنك. اوكي طيب، I'd like to open a bank account please. انا اود ان افتح حساب بنكي. فالراجل البانكر رد عليه وقال له my pleasure. اوكي انا تحت امرك. اوكي which type of bank account would you like to open, saving or current؟ عاوز تفتح حساب ايه؟ نوع الحساب اللي عاوز تفتحه، مدخرات او توفير؟ فهو رد عليه قال له I think I'll go for a current account please. اوكي هفتح حساب جاري. cuz يعني لان I withdraw and deposit okay money on daily basis، لان انا بسحب وبأودع اعمال او بأودع اموال انا اسف بشكل يومي. It's for my business. هو هيبقى البزنس بتاعي. تاني رد قال له okay that's a good choice، ده اختيار كويس. great fill out this form please. املى الفورم دي بعد اذنك. okay great your bank account is set up and here is يعني اتفضل your debit card. فالتاني قال له thanks a lot. رد عليه قال له you're welcome. كان معنا النهاردة الموقف الخاص بالبنك او at the bank. ما تنساش انك تعمل share وسبسكرايب للقناة عشان نقدر نكمل ونوصل لعدد اكبر. سلام.